تعبتك يمه وانا ساند عليك. نسيت عصاتي، ليش ما ذكرتني؟ وعلى يمه خلينا بوين عصتنا الحين، مو وقت عصاية. اي والله يمه. فاطمة يمه، شو مطلعك من المستشفى؟ الطبيب رخصني. هاو يمه الله يهداك، شفيك؟ مو قلنا ننطر التحاليل تطلع بالأول؟ يمه لاحقي على كل شيء الله يهداك، ألزم ما علينا الحين صحتك. لا يمه، في أمور من زمان لازم تنحل وتتعدل. قومي لبسي وتعالي معايا أنا وفيصل. وين يمه؟ بنروح بيت خالتك نورية، بنرجع أمينة الفيصل. ما قدرت علي ها؟ على طول رحت حق جدتك؟ لا، فيصل ما له شغل، هذه فكرتي أنا. بروح أصلح الغلطة اللي ارتكبتها من سنين. إيه يما، وايد تأخرتي، وايد. اللي انكسر عمره ما يتصلح. يتصلح يا فاطمة. سامحيني يا بنيتي، سامحيني. أنا غلطت بحقك، وقفت بوجهك. الكلام هذا ماخوذ خير يا يمه، ما منه فايده. منه فايده؟ انت حسبالك اني انا سعيده وانا اشوف بنتي وحيدتي وهي حزينه وزعلانه طول الوقت؟ بانانيتي حرمتك من الحياه اللي حبيت تعيشينها؟ فاطمه لا تخلطين خلطتي، لا تأذين ولدك، لا تجنين عليه. شوفي، لا ينام عدل ولا ياكل عدل. فيصل يحب بنت بدر. لا تحرمينه من الحياة اللي حاب يعيشها، لا تحرمينه. كلامك على عيني وعلى راسي يمه، بس لا، فيصل ما يرد بنت حصوه، ما يردها. يما فيصل سندني، خل أقوم. سمعي يا فاطمة، بنروح فيك وبلياك. تحصي أمري يا فيصل، قلبي مو راضي عليك إن رديت بنت حصو، تفهم ولا لا؟ لا تزعلي يما، أمك آخرتها بتربح وأنا واقفة معاك، ولا يهمك. وإذا ما رضت ما هي آخر الدنيا. وديني يمه غرفتي.